أعزائي وأحبائي، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الاثنين الموافق 10 أبريل عام 2023. يوم الاثنين ورشة عمل رسمية لكافة أجهزة الدولة الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وامتحانات المدارس والجامعات، كل هذا وذاك بينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الذروة الصباحية. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية بمناسبة التقلبات الجوية والتي تشهدها البلاد منذ أول أمس من انخفاض درجات الحرارة، سرعة رياح، شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والطرق الزراعية والطرق المطلة على المسطحات المائية، أيضا شبورة ترابية وسرعة رياح على الطرق الصحراوية بيكون ليها تأثير سلبي على القيادة الآمنة. لذلك دائما وأبدا بناشد السادة قائدي السيارات اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع الالتزام بتعليمات وقواعد وأداب المرور وأيضا التعليمات الأمنية المرورية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأبرزها تهدئة السرعة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة، مع الالتزام بالحذر المرورية، مع استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة دون الأنوار المبهرة، استخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي بصفة مستمرة لمنع تكون كتلة مائية أو كتلة ترابية على الزجاج تؤثر على الرؤية الجيدة، عدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري، استخدام حزام الأمان وعدم استخدام التليفون المحمول. كل هذه الأمور يجب أن يلتزم بها قاضي السيارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة. كافة المناطق الحيوية التي يتردد عليها المواطنين لقضاء احتياجاتهم من الوزارات الخدمية وأيضا مجمع المدارس وانطلاق السادة المواطنين إلى تلك المصالح لقضاء احتياجاتهم، كل هذا تم تعزيزه بخدمات مرورية مكثفة بالإضافة إلى خدمات منع انتظار أمام مجمع المدارس وأمام الوزارات الحكومية والوزارات الخدمية والهيئات المدنية وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنين يوميا لقضاء احتياجاتهم، لمنع الوقوف الممنوع، لمنع انتظار الخاطئ، وإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. أيضا المناطق التجارية ونظرا للتوفيق عليها السادة المواطنين وعلى أوقات متفاوتة ومتفرقة وعلى مدار اليوم الكامل ما قبل الإفطار وبعد الإفطار، لذلك تم تعزيز كافة المناطق التجارية بخدمات مرورية ثابتة ودورات مرورية بالإضافة إلى الأوناش لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع والانتظار صف ثاني أو ثالث وإرشاد قائد السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. أيضا تم تعزيز مناطق الأعمال جميعها والخاصة بوسائل النقل الأخضر، وكذلك بالنسبة للإغلاقات الموجودة حاليا سواء الإغلاقات الجزئية أو الإغلاقات الكلية. الإغلاقات الجزئية والإغلاقات الكلية موجودة في شارع الهرم، أيضا الإغلاق الكلي موجود حاليا في شارع السودان بمناسبة مطلع كوبري أحمد عرابي، وكذلك الغلق الجزئي بمنزل كوبري 15 مايو اتجاه شارع جامعة الدول العربية. أيضا الإغلاقات الجزئية موجودة في المسطحات الأرضية وأبرزها شارع يوسف عباس ومحور زكي حسين، وكذلك شارع جامعة الدول العربية وشارع المخيم الدائم. كل هذه المناطق تم تعزيزها بخدمات مرورية بمناسبة أعمال إنشاء وسائل النقل الأخضر الخاصة بقطار المونوريل وأيضا مترو الأنفاق. كافة مناطق الأعمال توجد بها خدمات مرورية مكثفة، توجد بها علامات إرشادية، توجد بها طواحين هوائية، بالإضافة إلى إرشاد قائدي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. حاليا كثافات متحركة بمحور صلاح سالم القادم من ميدان العروبة اتجاه تقاطعات العروبة والاستاد والعروبة يوسف عباس والعروبة والطيران اتجاه حي مصر الجديدة ومطار القاهرة الدولي، لذلك تم تعزيز الخدمات بنفس الموقع. وان كنا ننصح السادة قيادي السيارات القادمين من مناطق الدراسة ومنزل كوبري العباسية اتجاه مسطح ارضي ميدان العروبة من الافضل سلوك شارع امتداد رمسيس اتجاه طريق النصر والذي يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين.
أيضا بالنسبة لمحور شرق القاهرة، بالنسبة لمحور مصطفى النحاس، وكذلك بالنسبة لمحور زكي الحسين، من الأفضل سلوك محور جهان السادات حتى يمكن نخفف الضغط المروري على تلك المحاور والتي قد تسبب كثافات مروريه، وخاصه المتجه الى مناطق وسط المدينه. ايضا القادم من محور صلاح سالم اتجاه مطلع كوبري 6 اكتوبر اعلى اكتوبر بيشهد حاليا كثافات متحركه اعلى كوبري 6 اكتوبر المتجه الى الوصله المعلقه وتحديدا اعلى مسجد النور، لذلك تم وضع خدمات مروريه بنفس الموقع للتعامل مع اي اعطال مروريه قد تحدث ويكون ليها تاثير سلبي على القياده الامنه. ايضا اعلى كوبري 6 اكتوبر من الجهه الاخرى القادم من الجيزه خاصه من مناطق الدقي وشارع البطل احمد عبد العزيز فحاليا بيشهد بعض الكثافات المتحركه وتحديدا على عبد المنعم رياض، لذلك انه يفضل استكمال الرحله عن طريق المسطحات الارضيه شارع رمسيس اتجاه ميدان رمسيس ومنه الى مناطق حدائق القبه حتى يمكن ان نخفف الضغط المروري الموجود حاليا على كوبري 6 اكتوبر. القادم من اعلى كوبري حدائق القبه اتجاه شارع ولي العهد وشارع مصر والسودان بيشهد ايضا كثافات متحركه الان، لذلك يفضل سلوك كوبري سراي القبه حتى يمكن نخفف ضغط المرور على كوبري حدائق القبه. ايضا حاليا توجد كثافات متحركه على المنيب اتجاه منزل شارع البحر الاعظم اتجاه مناطق شارع ربيع الجيزي ومناطق الدقي، لذلك من الافضل استكمال الرحله اعلى الدائري اتجاه المحاور الجانبيه الرئيسيه والتي تم توسعتها وتطويرها وهي محور المنصوريه ومحور المريوطيه. طريق الواحات بمحافظه الجيزه القادم من مدينه الانتاج الاعلامي اتجاه حدائق اكتوبر وكذلك اتجاه طريق الفيوم الصحراوي بيشهد حاليا كثافات مروريه عاليه، لذلك من الافضل سلوك محور رود الفرج الضبع حتى يمكن نخفف الضغط المروري على طريق الواحات، وايضا القادم من طريق اسماعيليه الصحراوي اتجاه نفق السلام اتجاه اعلى الدائري بيشهد ايضا كثافات مروريه عاليه، فمن الافضل ايضا سلوك محور رود الفرج الضبع. بعض المسطحات الارضيه الموجوده في الاحياء بتشهد كثافات متحركه الان وبيتم التعامل مع اي انتظار خطير فيها، وابرز القادم من مناطق المعادي وزراء المعادي مسطح ارض كورنيش النيل اتجاه مناطق كوبري الملك عبد الله الصالح، ايضا كذلك بالنسبه لاحياء مصر الجديده بالنسبه للمسطحات الارضيه المتجهه الى المناطق التجاريه الشهيره مثل شارع المرغني وشارع ابراهيم اللقاني وشارع الاهرام وشارع الحجاز، فبيشهد بعض الكثافات المتحركه الان وبيتم التعامل مع اي انتظار خاطئ حتى يمكن سحب تلك الكثافات. يمكن ابرز ما لدينا اليوم في نشرتنا المروريه وهي مباراه القمه المحليه بين فريقي النادي الاهلي ونادي بيراميدز بمناسبه بطوله نهائي كاس مصر لعام 2021 2022 على استاد القاهره الدولي وبحضور 20,000 متفرج. لذلك استعدت مديرية أمن القاهرة جهة الاختصاص طبقا للموقع الجغرافي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى وأيضا الإدارة العامة لمرور القاهرة لوضع الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتأمين المباراة، حيث قامت بتعزيز الخدمات النظامية حول أسوار استاد القاهرة الدولي وكذلك في ممرات اللاعبين داخل الاستاد وامام غرف الملابس بهدف حماية تأمين اللاعبين داخل الاستاد وايضا منع اي تسلق من الجماهير اسوار استاد القاهرة الدولي. ايضا تم وضع خدمات بحثية على مسافة تبعد حوالي 300 متر عن البوابات الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي للتأكد من السادة المشجعين حاملي تذكرتي والفان اي دي قبل الوصول الى بوابة الدخول. ايضا تم تعزيز الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية الى استاد القاهرة الدولي وتعزيز الخدمات ومنع انتظار الخطوة والوقوف الممنوع حتى يمكن تسهيل وتسهيل الحركة المرورية، هذا بالاضافة الى الخدمات المرورية الموجودة على كافة الطرق والمحاور بالنسبة لحركة سير الحافلات الرياضية الخاصة بالفريقين وطاقم التحكيم ايضا من مقر الاقامة حتى الوصول الى استاد القاهره الدولي ذهابا وايابا حتى يمكن الوصول في الموعد المحدد وما قبل الموعد المحدد. الحمايه المدنيه قامت بدورها ايضا بوضع سيارات الاطفاء وسيارات الدفع الرباعي الخاصه بالحمايه المدنيه حول الاسوار الخارجيه وداخل الاستاد بالاضافه الى الاجهزه المعنيه بالنسبه لبوابات الدخول للكشف عن المعادن واهم الممنوعات غير مسموح بدخولها الاستاد.
أيضا شرطة المرافق بتقوم بدورها في هذا التأمين من حيث منع البائع جالين حوالين أسوار السادة قرار الدولي، أيضا منع البائع جالين من تعطيل حركة المرور والتواجد في نهر الطريق. خطة أمنية شاملة موضوع لتأمين المباراة وتأمين الجماهير مع التزام الجماهير بعدم التواجد في نهر الطريق سواء ما قبل المباراة أو بعد المباراة، سواء للاحتفال أو غير الاحتفال، لأن ده طبعا بيكون له تأثير سلبي على الحركة المرورية وده بيخالف النظام العام. لذلك دائما وزارة الداخلية بتشيد بالسادة المواطنين بعدم الوقوف في نهر الطريق وعدم التجمعات في نهر الطريق حتى يكون له تأثير سلبي على حركة المرور، وسوف تتعامل وزارة الداخلية من هذا المنطلق ووفقا للقانون ضد أي شيء يخل بالأمن العام. التوفيق للفريقين، رحلة سعيدة على مدار اليوم الكامل للمصريين، وكل عام وأنتم بخير.